رمز الكيو آر المتواجد على جواز التلقيح سواء المخصص للاستخدام في المغرب أو المخصص للاستخدام في أوروبا يطرح المواطنين أسئلة بخصوصه، فما هو هذا الرمز؟ أمين خباب. بغيت نعرف هذاك الكود كيو ار اللي كاين في جواز التلقيح علاش كيصلح؟ الكيو ار اللي كاين في جواز التلقيح شنو ليزانفورماسيون اللي خصنا نكونوا عارفين عليه؟ بغيت نسولكم هذاك الكود ديال التلقيح الكيو ار اللي فيه اش من البيانات اللي فيه؟ داك لو باس دو فاكسيناسيون الوغ كو يونا هذاك لو كيو ار سا سينيفي كوا؟ هذا الكيو ار كود كيتعطى للانسان اللي كياخذ الجرعه الاولى ديالو كجواز لقاح مؤقت او الجرعه الثانيه ديالو كجواز لقاح اللي غادي يبقى عنده، مثلا خد الجرعه الاولى والثانيه، بدلا ما كتعطاه غير ورقه مكتوبه فيها الاسم ديالو فوقاش خد الجرعه الاولى فوقاش خد الجرعه الثانيه واش من نوع خدا، هذه المعلومات كلها كتكون مخزنه في واحد القاعده ديال المعطيات، والمواطن كيمكن له يحمل من الموقع ديال لقاح كورونا كيحمل هاد الباس فاكسينال ديالو على شكل هاد الكيو ار كود كيبقى عنده، وملي كيجيو هذوك الناس اللي مكلفين باش يكونتروليو هذاك الباس فاكسينال كيديروا واحد لابليكاسيون كيسكانيو بها غير داك الكيو ار كود كيتصل بالقاعده المعطيات وكتعطيهم المعلومات اللي هي مخزنه، فاذا الكيو ار كود كيسهل الماموريه بالنسبه للمواطنين باش يحصلوا على المعطيات كامله بشكل بسيط جدا.